شباب معكم يا شباب معاكم حلقه جديده مع ايس تيوب جيمنج النهارده هنتكلم عن الجيفاوي بتاع شهر تسعة او شهر سبتمبر طبعا الناس الجديده معانا في القناه منورين واهلا بيكم في القناه شباب طبعا احنا بنعمل جيف اوي كل شهر بتكون العاب مختلفه والشهر ده بتاع شهر تسعه ان شاء الله هيكون عباره عن خمس حسابات لعبه سبيد رانر للكمبيوتر وعشان لو عايز تخش معانا في الجيف اوي ده يا شباب رقم واحد تكون مشترك معانا في القناه رقم اتنين تكتب اي تعليق انت حابه في القناه برده رقم ثلاثة طبعا تعمل لايك لاي فيديو انت حابه مش لازم يكون الفيديو ده برضه تكتب تعليق في اي فيديو انت حابه مش لازم يكون الفيديو ده ورقم اربعه بننزل مقاطع الفيديو في صفحه الفيسبوك بتاعنا بتاعت اي سي تيوب جيمنج تعمل لها نشر عشان بنختار اختيار عشوائي للناس اللي بتعمل لايك بتكتب كومنت بتعمل شير وفي نفس الوقت في الاخر خالص بنعلن عنها اسمها في اول شهر تسعه بنعلن عن اسامي الناس اللي فازت معانا في صفحه الفيسبوك فياريت تتابعنا لو انت حابب تشترك معانا وانت لو مش حابب تشترك ده حاجه ترجع ليك يا بطل فلو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل شير لايك سبسكرايب معانا في القناه و بطل تعليق بخصوص الجيف اوي واشوفكم المره الجايه مع فيديو جديد مع يوتيوب جيمينج يلا سلام